موجز لأهم الأنباء، أهلا بكم. توجه اليوم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون إلى ألمانيا لمعالجة تعقد في قدمه نتيجة إصابته السابقة بفيروس كوفيد 19 والتي كان من المفروض أن يقوم بها قبل عودته إلى أرض الوطن، غير أن الحالة ليست مستعجلة طبيا وتم تأجيلها بسبب التزامات السيد الرئيس المتعلقة بمعالجة بعض الملفات المستعجلة في أرض الوطن. وكان في توديع السيد الرئيس بالقاعدة الجوية ببوفريك كل من رئيس مجلس الأمة بالنيابة السيد صالح كوجيل، رئيس المجلس الشعبي الوطني السيد سليمان شنين، رئيس المجلس الدستوري السيد كمال فنيش، الوزير الأول السيد عبد العزيز جراد، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي السيد الفريق سعيد شنقريحة، ومدير الديوان لرئاسة الجمهورية السيد نور الدين بغداد دايتش. أيها المواطنات والمواطنون، كما كان مبرمج منذ مجيئي من بداية الشفاء من ألمانيا، كان مبرمج أن أعود لاستكمال بروتوكول الذي سطره الأساتذة، أو بروتوكول ما تبقى إلى شيء قصير قليل جدا، ولكن بالضرورة لازم ننتهي وإلا نضيع كاع الشيء اللي ندار من قبل. وممكن تكون في عملية بسيطة جراحية على الرجل. مهم مدة الغياب إن شاء الله نتمناها، وإن شاء الله تكون قصيرة جدا، وحتى إلى غادرت البلاد جسديا أنا متابعة يومية مع كل المسؤولين ومع كل، وشاكر للتجنيد تاع المسؤولين بالأخص الجيش الوطني الشعبي سرير جيش التحرير على كل المجهودات لها مبذولة في مساعدة المواطنين وفي إرساء الطمأنينة على مستوى الوطن. كذلك مؤسستنا المنتخبة الحمد لله، يعني الدولة واقفة ما زالت ماشية، والحكومة مثل ما قلنا فيها وعليها. إن شاء الله هذا هو. شكرا. خلال نزوله ضيفا على برنامج هذا الصباح، أكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي أكد أن القانون الجديد للانتخابات سيضفي مزيدا من الشفافية ويقضي على الممارسات السابقة، خاصة ما تعلق بتمويل الحملات الانتخابية. هذا القانون أتى عن أقل بمحورين أساسيين. المحور الأول هو يعني اعتماد الشفافية التامة في كل بنود تحضير المسار الانتخابي، سواء في مستوى دراسة ملفات الترشح أو في متابعة الحملة الانتخابية أو في متابعة تمويل الحملة الانتخابية. كل ذلك أتى يعني سبل جديدة أدخل على قانون الانتخابات، وهي كفيلة يعني لإضفاء أكثر. على الأقل احنا ما نقولوش يعني حلول قطعية، لأن هذا ماهوش عقلاني، يعني باش الإنسان يقول وجدت. هي الحياة السياسية تتطور، وكل ما يأتي قانون ب يعني حلول الممارسات تسعى ل لف حول على هذا القانون. إذا قلت الشفافية في المرحلة كذا، ثم محاربة مثل ما تفضلتي بها كلمة الشكارة، خطر هذا هو الاصطلاح الشعبي المتداول، يعني الاصطلاح الشعبي المتداول. يعني أتى القانون إن شاء الله يأتي بأنماط التنظيم الاقتراع. أكد وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن اليوم خلال إشرافه على افتتاح الندوة الوطنية الخاصة بأهم الأحكام التي جاء بها قانون المالية 2021، أكد ضرورة كسر الحواجز البيروقراطية لإعادة بعث النشاط الاقتصادي وتعويض الخسائر التي أفرزتها جائحة كورونا، كما شدد على إبقاء دعم الدولة للفئات الهشة.
في زيارته الميدانية لليوم الثاني على التوالي بولاية أدرار، أكد إبراهيم الراد المكلف بمهمة لدى رئاسة الجمهورية المكلف بمناطق الظل، أكد أن فك العزلة عن مناطق الظل يعد أولوية، كما أكد على إيجاد حل نهائي لمشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفية، مشيرا إلى أن الولاية ستستفيد من اعتمادات مالية أخرى لمواصلة إنجاز المشاريع التنموية بالولاية. في إطار الأسبوع الوطني حول التراث الأمازيغي الذي تنظمه الإذاعة الجزائرية ابتداء من اليوم وإلى غاية 14 من الشهر الجاري، احتضن المركز الثقافي عيسى مسعود يوما دراسيا للحديث عن رمزية يناير والسنة الأمازيغية، نشطه ثلة من الأساتذة والباحثين في الأنثروبولوجيا وعلم الاجتماع. ختام الموجز، في أمان الله.